ايوه يا بنتي. لا طبعا دي حيوانات مفترسه، دي من سلاله النمور. لا 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 خلاص ما تزعقيش، خلاص طب هجيب لك. ماشي ماشي. لا ايه ده، انا اموت واعرف مين اول واحد ربى قطط في الدنيا. طب انا عارف، تعال اقول لك بقى. القطط كانت معروفه زمان باسم ماو، وكان ليها مكانه مهمه جدا في المجتمع المصري، وبناء على مقارنه الحمض النووي للكائنات الحيه تشير الابحاث ان القطط استؤنست لاول مره من حوالي 10000 سنه كده في منطقه الهلال الخصيب، وبعد الاف السنين اصبحت ديانه سكان مصر القدماء متعلقه بالحيوانات، ومنها طبعا القطط. السبب الرئيسي هو مكافحتها للحشرات وكمان قدرتها على قتل التعذيب، وبعد مرور الزمن بقت رمز للحمايه والامومه والخصوبه. وده طبعا كلام منطقي لان مصر القديمه كانت بتهتم بالزراعه، والقطط طبعا كانت بتقضي على القوارض والحشرات الضاره اللي ممكن تاثر على المحاصيل والحبوب. وبالنسبه بقى للخصوبه، ده علشان هي كانت بتخلف باعداد كتيره ومستمره لحد دلوقتي، والله عرفنا في الشارع. والامومه بقى ده علشان القطط بتبقى شرسه جدا في سبيل ان هي تحمي اولادها، اه على فكره وممكن تاكلهم كمان. وعلشان كده بقت حيوان مقدس في المجتمع والديانه المصريه، وتم تحنيط بعض القطط زي البني ادمين بالظبط. والدليل بقى على كده في سنه 1888 اكتشف فلاح مصري غلبان قبر كبير بيضم حوالي 80,000 قطه متحنطه. طبعا هو كان نفسه يبقى تماثيل ذهب ولا حاجه زي ما كلنا نفسنا نلاقي جدودنا. وتم تحليلهم واكتشفوا ان هو تم تحنيط القطط ديت بعد عام 1000 قبل الميلاد. بس كده يا سيدي، لو انت اول مره تعرف المعلومات ديت يبقى اعمل لي متابعه علشان في معلومات كتير قوي جايه. وما تنساش سيب رايك في الكومنتات. كان معكم الفرار من داخل استوديوهات كاشا اللي هي احنا فيها دي. ايوه ماما. ايه؟ لقيت قطه دهب تمثال تحت السرير؟ طب اقعد بلغ البوليس انا جاي حالا.